مشوار جديد ببلش هلا. قلعة مخفية بنص البحر. ليه مش مدوقنا اياها قبل؟ من القرن 12 تقريبا 1000 سنة. شي كتير قوي بفرجي قد ايه الطبيعة ذكية. لك أهلا بربكم. اجا عمر اللي تدمر مرة ومرتين وثلاثة. كنز أبيض. يا أنا والحاج. شو نطلع لفوق؟ الأيقونات هون بترجع للقرن 18. المتحف بيحكي تاريخ ولو مقتضب عن البلمنت. فالطعم الحقيقي الصح. الله راد من كفة تنفرجيكم كل لبنان أحلى بلد بالعالم. بس ما بنقدر ما نبلش الحلقة ونفرجيكم القلعة الفينيقية العظيمة. مشوار جديد ببلش هلا. مثل ما شايفين كانت مقلعة. أول شغلة في تونيل طويل العمل كرمال تنحمى من البر، وهي كانت شقفة يمكن أكبر بكتير بعد، وبتبين من فوق بالدرون قديش في صخور تحت المي بقلب المي. بعدين في تونيل تاني اكتشف هلأ مش من كتير زمان، تقريبا من 5 سنين رجعت بلش تنقيب فيه كله سوا، بين بقلبه حجار كبار بيذكرونا يمكن بجبال أو بالبترون. هل كان في 2 تونيلات أو هل هو كان في أول واحد يلعب فوقه جسر وتاني واحد هو مقلع صخرة؟ وبعد منفوت لجوا وهلأ منكتشف أكثر وأكثر. من أكثر من 4000 سنة هيدا القلعة انوجدت، يعني 2000 سنة قبل المسيح. قطعت بحقبات كتير كبيرة. أول شغلة عملوا لها تونيل بعدوها عن البحر واستعملوا حجراتها كرمال يقدروا يعمروا أكثر من 10 أبراج، بعد في منهم كم واحد مبين، وأساساً القلعة يلي شفناها. مع الحروب وبفترة زمنية معينة اجت المماليك أخذت كل حجارة وعمروا فيها مينا طرابلس. كنت اجي كتير لهون من أول الأيام اللي بلشت نصور، بس ولا مرة عانيت وفت بالتفاصيل، ولا مرة طلعت على الصخور وشفت كيف كلهم منحوتين، ولا مرة طلعت وشفت أنه كان في ملحات قديمة يمكن من وقت الفينيقية استعملوها كرمال يعملوا ملح. كل صخرة محفورة، كل جورة فيها شيء، دراج من الصخر بينزلوكم على البحر، يمكن محل ما كانت السفن تغط أو تصف. في تفاصيل بهالقلعة يلي هي مبينة من بعيد شقفة صخر على البحر، بس هي أكثر بكثير من هيك. تعالوا تمشوا يمكن بالصيفية أول ما يرجع يوطى شوي مستوى المي، وفوتوا بأدق التفاصيل، الحجرة، الصخرة، الجورة، المي وغيره وغيره. ناس كلها بتيجي تصيد هون لأن بقول السمكات غير سوى. أنتوني، بالحلقة اللي قبلها حكينا عن حشيشتين البحر. هلا مش بس هن بعيشوا حد البحر، في كثير عالم بيسألوني طب شو بدي ازرع حد البحر؟ هيدا المثل وين ولادك يحن قدامك؟ هيدي النبتة وهيدي النبتة ليك وين بعيشوا؟ على فقشة الموج. هيدي إذا بنقرب عليها وبنشوف اسمها ليمونيوم، هيدي بيستعملوها بالأعراس بلبنان كثير.
نوع قريب كتير عليها، نبتة كتير حلوة أورنمنتال. هلا هون صغيرة هي بتعلى وبتعطي موف، وهي من أكثر النباتات المستعملة اللاندسكيبينج بكل بلدان العالم حد فقشة الموي، اسمها أتريبلكس. ليك وينها موجودة؟ هون في أهم شخص، هل هي كانت خزينة مي؟ هل هي كانت مدافن؟ هل هي كانت؟ نحن ما بنعرف، بس بنعرف أنه في حفر بالصخر جالس مرتب وكله معمول بجوار كان يمكن يركب له حجار تانين أو خشب تانين، وأهم شيء في شقفة كبيرة محل ما كانوا يصفوا السفن أو محل ما كانوا يوقفوا الأسفل اللي يحملون كرمال يروحوا صوب البحر. قديش مهمة قلعة مخفية بنص البحر؟ وحلقة أنت بتبلش هي هون أكثر بكثير من هيك. ومنرجع فكرت مشرف إجرائي، ننطر تطلع الموجة تنزل بعد تنزل 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 1 2 go. ما لحقت ما لحقت ما لحقت. بونجور. بتعرفوا مثل بيقول رحت على روما وما شفت البابا؟ زيت شي بتوصع على انفي، ما بتيجي عند ام سليم كانك ما عملت شي. ومش معقول ما اجيبك عند ام سليم وفرجيك هالمنقوشه اللي يمكن تعرفت عليها من اكثر من 7 أو 8 سنين وتطورت مع الوقت. بلشنا بالزعتر القربانه، بس في اثنين خطوره خصوصا القمر. ايوه فرجي القمر والشمس. إلي بعرف أنت ما مشيت معنا ونحن صرنا ماي للركب من كرمالك، ما تعطي الهام نحن واحد، بس قلت لازم تعميك. بستاهل أكيد. القمر هي منقوشة عجينتها كتير دقيقة، وعليها من فوق شوية زيت الزعتر وسمسم، جبنتها دايبة مظبوط بتاخد العقل. هلأ منصلص. الشمس هي مثل ما مبينة شكلها، مبينة منقوشة زعتر، بس الخبايا جوا مقرص على الطرف منقوشة نقش. بتفتحها وبتبلش تمغط هالجبنة. الجبنة منها دقة بالزعتر، الجبنة من جوا زعتر من فوق، ما بيفوتوا بقلب بعضهم، بتضل الطعمة تبع الزعتر على سقف الحالة، الجبنة على لسان مع بعضهم، العجينة التحتانية على النار والفوقانية شربانة زيت الزعتر وضربة النار من فوق تحت جريلد فوق مطبوخة، ومع بعضهم بتاكل شيء. يعني شو بدي اقول لك، دايما شيء تحية طيبة. لا كثير طيبة، سوبر جود كواليتي زعتر، بينزل هيك تحت لسان مثل الرمل، سمسمات مزبوطين، جبنتهم ملوحة على القد، والعجينة من تحت ومن فوق مخمرة منيح، النافخة من جوا مع الاير بابلز والهواء اللي بقلبها كاملة متكاملة. مش معقول طيبة. زيت العجينة، زيت الجبنة، بس غير طعم، لأن هون حطينا شوية زعتر انتبهت مش مثل هون، كمان فيها جبنة أكتر، مغطتها حلوة، دايبة مظبوط. عم تحكي عن شيء رائع. تفضل على رواق. ضحكت له منيح ولا؟ لأنه مارك قال لي ما عم بضحك لك، مش عم تعطينا حماس قد ما أنا محمس. بتعرف شو قد ما حكيت عن المنقوشة شهيتني، قلت يا ربي خلص حكي بدي بلش المنقوشة. العجينة كيف تنطبخ مظبوط وبتعطيها هيك شوية مثل البرشينة، بتعمل كريسب قرش صغيرة، ومطبوخة من جوا لبرا، وما بتعلق ابدا وما بتعجن ابدا. عجينة يريد فينا نشوف حتى لو قطعت على الرقيقة مرتاحة، مرتاحة منيح، منا قاسية، منا يعني شهيتي مجروحة. بحبهم كثير
بحب القعدة هون، بحب البحر، بحب أنفي، بحب هالبيت القديم، بحب جوهم، إخوة بين بعضهم من الصبح لعشية، والضيعة كلها بتجي لعندهم وبيجوا من كل لبنان. بولمينات فايتة ظاهرة بس تيجوا يدوقوا اللقمة أكيد، والنفس والاستقبال الرائع. بدايتها مسك عزوقك؟ هذا شيء كتير قوي عنطني يعني. ليه مش مدوقنا إياها قبل؟ أول ما إجا أب وأبن وروح القدس. I need your help. هاي شو؟ هاي شو؟ ما عرفت عرفت، هاي للقربانة صح؟ شو بربح؟ لا هو السؤال كتير هين، شو بيرمز هون شو مكتوب؟ نحن رح أقول لك شيء، ريبلاي حلقة زحلة بتعرف. لا لا بدك تقلي شو مكتوب عليها. ما رح عزبك تحضر حلقة زحلة لأني ما عم نركض بالوقت. إيسا إكسا ونيكا يعني يسوس خريستوس، عم نحكي باللغة اليونانية يسوع المسيح المنتصر أو غالب الموت، يعني يسوع على الصليب والإفخارستية وكل هالمعاني اللي بشكل جوهر إيماننا، هو اللي غلب الموت بالموت وعطانا الحياة وبقي معنا من خلال الإفخارستية. بركة المسيح تكون بقلبك، تكون بقلبك، وانتبه ما تحرق حالك. واو 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 واو، بدي اقول لك واو، بدي اقول لك واو، عبيت هالقد قديم محافظ عليها هالقد، وواحد بيجي وبيعيش بالتاريخ وبيرجع الاف سنين لورا. هو الاسكندر جاست هاوس الفكره منه، كان اسكندر من انفي زوجي وعنده غرام بهيدي المنطقه يلي مش بس جميله وبتطلع مع المتوسط وبتحضنه وبتلاقي دول المتوسط الثاني، كمان عندها تراث عمره الاف السنين، القلعه الفينيقيه، الاثار الرومانيه وغيرها. واللي منيح انه جامعة البلماند القريبة جغرافيا هن اللي اهتموا بالاثار، من ضمنهم هالبيوت المجاورة يلي مرات الناس بتعرف قيمتها مرات لا. وقت اخذنا هيدا المحل وسميناه بيت الست، كانت الفكرة انه يكون بيت صغير هيك بس انه لقلنا، واز لقينا انه يلا جاست هاوس ليش لا، من 3-4 سنين تركناه مثل ما هو تماما. الاوضة النصانية اللي كانت مهبطة عمرناها بحجارة، نحن وعم نحفر ونقيم الحجار لقينا اثارات رومانية وفينيقية، فبلغنا الوزارة، بلغنا مديرية الآثار وقلنا أنه نعملها أوضة يستفيد منها شخص منه حلو، حلو أنه يكون هيك مثل ملتقى ثقافي يجوا عليه كل العالم، يكون مثل قهوة، مثل محل بينعمل فيه محاضرات صغيرة، كونسير صغير برا، مرات بيجوا بيعملوا ساشن لليوغا، مرات بياخدوه فرد مجموعة لأنه كله صغير، أنجأ 7 أوض، بس الفكرة أنه الشق الأثري منه بقي مثل ما هو بالطريقة القديمة اللي كانت، حجم الشبابيك، مطرح الشبابيك، جربنا نحافظ عليه. تالت أوضة انعملت من صفر على شكلة الأوضتين يلي كانوا موجودين من قبل. كل الفكرة أنه عنا قصص تاخد العقل بهيدا البلد، كلها إيجابية مثلك أنطوني ومثل فريقك، يعني أنا بحب شوف بس القصص الحلوة، وإن كان في شيء ما بيسوى بس ما بدي أقشعه، بدي غطي عليه بالحلا. الفكرة كانت أنه يعملوا تجربة فريدة، بمعنى أنه يستفيدوا من البحر، من صوت الموج يلي هيك ريلاكسون، بذات الوقت يعرفوا أنه نحن عنا تاريخ طويل وبدنا إياه للمستقبل، لأن هي المطرح لقلنا وبقين فيه. تعيش ب200 سنة من البيت، تتفرج على البحر وصوت البحر اللي بيعقد، وراس الشقة تاني ميل، طلعوا هون على القلعة الفينيقية، عيشوا ورجعوا مع الفينيقية محل ما رح تتروق وتتغدوا وتعيشوا وتشوفوا كل الأجواء المحافظة عليها. أكتر من هيك جمال ما بيصير. رولا بتجيب غراض من الضيعة، بتدعم كل المزارعين أو كل المنتجين الموجودين، منقوش من الضيعة، المربى من الضيعة، الزيتونات من الضيعة،
كل شيء على الطاولة بيدعم الضيعة بهالطريقة، مش بس بتعيشوا هون، بتعيشوا بتدعم الضيعة وبتاكلوا أطيب من أوسي وأطيب لبنان وأطيب زيت زيتون وزيتونات ومربيات وغيره وغيره. يلا شباب نهارنا طويل. بلش بأول كنيسة يلي ملفتة للنظر أول شيء بحجرها وببلوك واحد عقد واحد من الأول للآخر مليون بالمية وبضخامتها يعني بالنسبة للتاريخ يلي تعمرت فيه هي معمرة بالقرن 12. الملفت بهالكنيسة إنها استثنائية باسمها اللي تعمرت فيه كنيسة القبر المقدس أو كنيسة القيامة. نحن نعرف إنه بأورشليم في هالكنيسة هون الصليبيين عملوا نوع من ريبليكا بالاسم. بالقرن 17 صار على اسم القديسة كاترينا اللي هي العظيمة في شهادات المسيح وهي قديسة مصرية من الإسكندرية، أكيد لمعت بشهادتها الاستثنائية للمسيح وبنفس الوقت كانت عالمة باللغة وبالعلوم وبكل هالإطار الثقافي المتميز، فكانت شخصية فريدة من نوعها بعلمها وأكيد بشهادتها العظيمة. كنت عم تحكي أنتوني عن هندسة هالكنيسة يلي هي سوق واحد مثل ما قلت، عقد سريري عم نشوفه بيرجع فوق المذبح مباشرة في هالمحراب النصف دائري، حجارة ضخمة. عم نشوف قديه كمان العمق تبع الكنيسة تحت متر بشوي، سماك كتير أناطر من هون ومن هون ومن هون، وفي عدة دراج إذا بدنا نسميهم أو عدة حفات إجمالا ما منشوفهم كتير بكنايس واضحة، بس أول ما تشوفها إن كان من نوع الحجر وإن كان من الطريقة المعمولة منا كمان فينا نقول منا لبنانية بس أكتر إلى الرونة أوروبي مبين تنما نقول صليب. صحيح. هلا رغم إنه الحجارة هي حجارة رملية محلية بس الملفت إنه نحنا قدام هالثلاث فتحات، في عنا فتحتين على اليمين وعلى الشمال على شكل أنطرة، والأساسي هي هالدائرة اللي هي إذا بدك شباك الورد مثل ما بيسموه، شباك ضخم مزخرف هو الشباك، شباك الورد أو الدائرة، دائرة الورد الصليبية الأكبر في لبنان. ومش معقول شو مشغولة، حلو عم نحكي يعني من القرن 12 تقريبا 1000 سنة. شو لقيت؟ هيدي مهضومة هون مثل كادران. كيف بتجي أشعة الشمس؟ حسب الزياح وين عليها بتقدر تعرف الساعة. نحن هلأ بكنيسة فعلاً مميزة بتحمل اسم شفيعين، هني مارم خايل ومار سمعان العمود. كنا حكينا أنه كنيسة القديسة كاترينا بعد عمرها تقريباً 1000 سنة. كنا حكينا أنه كنيسة القديسة كاترينا ترجع للقرن 12. هالكنيسة هي حكماً أقدم يعني عمرها أكثر من 1000 سنة. فالجداريات الموجودة جواتها أو بقايا هالجداريات بتعود للقرن 12. غنى استثنائي مشهدية ولا أحلى بتدعينا للتأمل والصلاة. مفتاح الكنيسة؟ مش حيالة مفتاح، مفتاح الكنيسة. بمنطقة سياحية يمكن الناس بتقول معقول يكون في كنيسة هالقد مهمة هالقد عظيمة، وأنا سمعت هون بالمنطقة وقت ما بيجي أقدم كنيسة مكرسة للعطرة يمكن بلبنان بالمنطقة. صحيح أنطوني، عدد من المؤرخين بيردها لفترة زمنية قديمة وهي من أقدم المزارات والبيوت أو الكنائس المكرسة على اسم مريم العطرة، بتعود أساساً للفترة البيزنطية
الكنيسة الأساسية اللي هو بيقولوا بالفترة الصليبية بني، يعني بني الشكل الحالي اللي موجود عليه الكنيسة. أهمية هذه الكنيسة اللي بتحمل اسم سيدة الريح بهالجداريات الرائعة، وقت الواحد عن جد ما بيلاقي كلام يوصف كل هالجمال، جدارية ليسوع، للعذراء، للرسل، لعدد من القديسين، كلها استثنائية على حجمها المتواضع يلي يعني فيه الكثير هيك إذا بدك من الرهبة من الجمال من التاريخ. بحس الواحد بكل هالسلام، بحس بالعذراء الحرس البحارة. وإذا منقرب لهون منشوف أيقونتها المميز، هي هالأيقونات المحلية الرائعة الجمال. منشوف والد الله سيدة الريح عم تطلب شفاعة ابنها وعم بترد العاصفة، وحارسة كنيستها وحارسة هالبحارة يلي عم نشوفهم بقلب هالبحر الهايج. المميز باللبنان اللي بنحكي عنه دايما انه كل منطقة يا عطيت اسمها يا طلبت الشفاعة على حسب كمان شو بيشتغلوا بهذه المنطقة، لانه كلهم بحارة، فبيرشحوا انه البحارة والصيادين هن اللي بنوا هاي الكنيسة تتبقى العذراء حنيتهم من كل هالامواج العادي. الناس كلها بتجي على انفي وبتسمع الرايعه تحت الريح تحت الريح تحت الريح، هو البحر السيح اللي صار هلا مؤخرا اخر كم سنه، يمكن تحت الريح يعني الريح، بس لا خلينا نقول يمكن تحت الريح يعني تحت كنيسه سيدة الريح على هذا الشط اللي كثير حلو. تعوا انبسطوا تصلوا اكيد، بس قطعوا قطع الطريق ووقفوا على الكنيسه صلوا وتذكروا سيدة الريح. جرب عامل حسابات انه تقريبا من هون لتحت في 30 40 او 50 متر الماء واصل لتحت، فبيقولوا انه وقت الاضطهاد كانوا ينزلوا بقلب البحر يتخبوا بالماء يطلعوا يقدسوا ويرجعوا يفلوا. هلا نحن انطوني جايين نشوف مغاره باراما كثير امبرسيف بين البيوت، بس هون في شغله على الطبيعه تعلمنا اياها شيء كثير قوي بتفرجي قد ايه الطبيعه ذكيه. الا شو الايد؟ لا مسك هذا التلاوت هون. ما ولو وين كانت طفولتك انت وصغير؟ هيدا النبتة اذا بتطلع فيها بوال اذا دقيت فيها بتوجع كأنه نملة قعصتك. سو كل الحشرات والحيوانات اللي هون بيعرفوا انه هاي النبتة ما تدق فيها، اسمها اورتيكا اورنس، بتعصك. سو النباتات التانيين تيحموا حالهم شو بيعملوا؟ بيقعدوا حدا وبقلدوا لها شكلها. تخيل هيدا اللي هون فيك تدق فيها اسمها ميركوريال. سو ليك بتشبه لها، واهم شيء هيدا النبتة بسموها لولامي بلان، بتشبه ورقة هاي تا كمان ما يقربوا عليها. عرفت كيف؟ يعني استراتيجيات النبات بيعيشوا حد بعضهم، ها قوية ما بقربوا عليها هوليك بيحمى حالهم. هيدا أنطوني الراس أو الحراق بدي على اسمه، إذا دقينا فيها هو اكزاكتلي مثل إذا نملة عضتك، فهن وفات فيهم شيء اسمه أسيد فورميك، هي ما بتعضك بس بتكب عليك هذا الأسيد موجودة فيها. بدي على اللبنانية بياخدوا هالبلانت بياخدوا تقريبا كيلو لعشرة لتر مي، بيتركوها تتخمر تتحول لشيء بنسميه بيران دورتي، يلي هو واحد من أهم أشياء للنباتات تبوست النباتات. يعني لما ترش عليها نبتة بتولع عاد ما بتصير خضرة وقوية وبتقتل المن، بس انتبهوا حشر ريحتها بتقرف. مهندس جورجي سيسين من أنفي. نحن هون أنا أرشيتكت أصلاً، ونحن عائلتنا بتملك هالمغارة اللي هون. هي مغارة تقريباً بريستوريك، وكجيومورفولوجي يعني كتكوين طبيعي عمره تقريباً بين 180,000 سنة، 100,000 سنة و80,000 سنة كان، لأنه البحر هون من فترة اللي كان فيها عصر حراري وكان مستوى البحر أعلى بسبب أنه داب الجليد على القطبين، وركونت كلها طبقات ترسبات رملية هيدي وعملت هالتكوين الطبيعية. في عنا تقريبا 25 غارة هيك على طول فلاز من أول أنفي لآخرة فيها هالتكوينات هيدي. والسين قبل التاريخ استعمل هالمغاور كمأوى، وكل الفترات اللاحقة كانت عم تستعملها، يعني جودنا بس كانوا عاملينها مزرب بالبقر. هلا احنا رتبنا المغاره من سنه 2004 تقريبا بشكل نقدر نستقبل زوار مجموعات مثلا ايكو توريزم او طلاب مدارس لزيارات ثقافيه او زيارات يعني عن السياحه البيئيه. وفيها مجموعه من الادوات التراثيه اللي كان يستعملها
جدودنا، وفيها كمان نماذج من أدوات الصوان اللي كان يستعمل الإنسان قبل التاريخ، والمتحجرات اللي تلاقت بالمنطقة يلي بتدل على حضور كان البحر هون، وأنه هالتكوينات الطبيعية اللي صارت عبر كل هالمراحل. أنطوني، في كتير بلاقوا هول وبيقولوا لي لقيت بلوطة متحجرة. هيدا مانا بلوطة متحجرة، هيدا مثل ما هلأ شفنا بالصورة، هون كان في توتيا، والتوتيا أنه هون أكيد يعني كان في بحر وتحجر وصاروا فوسيلز. سو هيدا كانت بركة طالعة من هول، نشوفهم كيف كانت هيك بالصور. وهيدا كمان توتيا تاني متحجرة هون، كيف مبين كتير واضحة أكتر. هيدا بفرجة كنا عم نقوله قبل أنه أكيد البحر كان هون وتحجروا. في كتير مخلوقات تانيين هول، في ناس بيقولوا أنيمون، في ناس بيقولوا أشياء تانية كمان كانوا موجودين هون. أنتوني، هيدا النبتة اسمها أريزاروم فيلغاري، هيدا بتاخد الديفانس والكاموفلاج لليفل إكستريم. إذا بتطلع عليها بتقلي أنه أوكي حية وهيك بتبعد الحيوانات عنها، بس هي مش بس هيك. إذا بتطلع على ستام تبعها كلها نقط حمر، هول النقط حمر مع دايما بتطلع بمطرح معتم مع كيف الضوء بيجي عليها، الحيوانات التانية بفكروا نمل عم بيمشوا عليها وببعدوا عنها، وهيك بتحمي حالها بشكل حية ونمل عم بيمشوا عليها. adaptation extreme. اوكي، يعني بس عنده يعني عنده وعي. اكيد عنده وعي. تطلع حبيب العالم، وينك؟ بدنا نطلع بالبحر يا اخي. يوم اللي بيكون اهلا بالسلام انفه، يعني جرجي 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 قال له مرحبا لك. اهلا بربكم، اهلا انطوني حبيب القلب. جرجي الضيعه لك، خلي لي قلبك. بس نهار معه نهار، يعني بنبلش 5 الصبح بنخلص 2 بعد الظهر بالبحر، كان راح النهار. وين رايحين؟ رايحين نتروق. شو رايك بترويقه غير شكل، ولا بجيبوا لنا هون تتروق عنا بالمحل سمك وعرق؟ ايه مشغولين مستعجلين شي يا شباب. يلا رح بحلو السليمان عن يلي السمكات. بلشت؟ بدي روح هلا رايح لك معي صحن الني. هلا صار 10 ونص بلشت، رحت لك يا عمي تاخرت بالبحر. ايوه هو لمين؟ اخذ الصحن الني تاعت للتربيعه والحمصة وعن يلي السمكات ويعمل كلام مراد. بنركبها عندي. عندك؟ عندي بالمحل، ما راح ياخذك اليوم. يلا روحوا صلوا، صلوا عني وعنكم. ايه؟ مشان الله يغفر لي حسنتكم. ايه؟ لأنه عندي أنا ذنوبي بتعبي شحن، لأنه بياخد عن العالم كلها بحطة بطهرة. ايه بيقول لي اليوم صايم، بقول لك افطار وحطة بطهرة. بقى هيك بيصير اليوم. طيب لحظة، رح نصلي ونكفي برمتنا. صلوا. وبنتروق سوا. نتروق. عرق وني بعد ساعة. يلا لعيون ربك. عرق واخطبوط وسمك مقلي وسمك مشوي واللي بدك اياه. القدر بده نلتقى. يلا انا اوصل على المحل. حبيب قلبي يا عمتون، انا ناطرك على البحر. وينك؟ ما بدي اقول لك، بدي اقول البحر عالي. يا اخي معي بحري، بيروح بيشتغل يومين بالمستشفى. اه. ويومين معي. بتسيب كل العالم فكره انا وياك اتخانقنا. خليني ما بدي اصور انا وياك. لك لعيون قل له انه انت بتقلي البحر عالي، انا ما ذنبي. لك لعيون ربك، هلا اليوم ان شاء الله بدنا نقعد وبنفتح الموضوع زيته. يلا، لانه هذا الزلمه بيشتغل معي يومين. بس يجي لعندي يكون شغله معي بيطلع النو. عندنا مارك قصير بيقدر ينطنط على البحر بيساعدك. وبيدوخ هون الافندي، ما فينا نجيبك. عن الدير اللي كتير عظيم وكتير أساسي، هلا مش عم نحكي عنه بعد شوي، وقدي عنا ذكريات فيه، وقدي كنا نجي لهون، وقدي كنا نشتري ملح من هون. بس بدي أحكي عن آخر حلقتين، عن التفاصيل اللي عم نقدر نكتشفها، عن الأيقونات المهمة اللي عم نشوفها، عن الأديرة اللي مفوت عليها، والخشبة هي ذاتها اللي بدق عليها الرهبيد، والحديد اللي بدق عليها الرهبيد، وهالعوايد الحلوة اللي عم نشوفها هون وهون. بالحلقة اللي قبلها بدير كفتون كان يمكن الهايلايت أوف ذا داي، اكتشفنا أشياء كتير حلوة، والبرمة مع المسار كانت رائعة. واليوم بهذا الدير سادة الناطور
عم نحكي عن دير وحده موجود مع قطعة أرض كتير كبيرة حواليه بالبحر مع البحر مع صوت الموج منه من البالكون فوق الشهير بتوقفوا بتشوفوا كل الملحات بتحسوا البحر وليش أنفي عندها أهم ملح يمكن بالمنطقة عافز عم بقدر وصل نحن عم نحس نحفظ على الكنيسة وإلي خبرنا عن تاريخ الدير وعن الكنيسة. قعدنا وبعدنا عم نطلع بعدنا عم نطلع على الجراس الصغار في اربع جراس صغار والجرس الكبير والحجره اللي هون بتعرف نحن ذكرياتنا انه من وقت ما خلقت اول ما وعيت على الدنيا لاخر كم سنه كان في زيت الراب زيت الشخص اللي حوح من الدير ما كان نشوف غيره كانت هي موجوده هون مع فتره زمنيه كانت دائما ضلت قاعده فوق بعدين تعبت بطلت تطلع الدرج انطرنا هون على الباب نص الوقت الباب سكر الباب نص الوقت مفتوح ما كان حدا يسترجع يحكي معها بنرجع بنعرف قديش ناضل قديش تعبت قديش حامد الدير فعلا انطوني هالراهبه هي راهبه بطل اجت على هالدير سنه 73 بقيت فيه لل 2019 اخت كاترين جمال اليوم هي بسما الحب هالراهبة التائية والخياطة الماهرة اللي شالت من مردود شغلها ومن تبرعات المحسنين والمؤمنين لحتى حافظت على هالدير لحتى جددت ورجعت بثت فيه هالروح الحلوة روح الإيمان روح الصلاة منقول إنه الدير أساساً هو كنيسة بيزنطية بيرجع للقرن السادس أو ترجع هالكنيسة للقرن السادس تهدمت بفعل الزلزال وعلى أيام الصليبيين الرهبان السيستريين رفعوا هذا الدير الحلو يلي هو طبقان وكنيسة وقليات وأقوية نحن قدام مشهد بغاية الجمال بالتاريخ وبالإيمان بحديك إنه نكتشفه سوا نكتشف كيف هالدير بيشبه البلد يلي قاوم لبنان لحاله كل المحتلين وكل يلي اضطهدوا شعبه ورجع عمر اللي تدمر مرة ومرتين وثلاثة وحرس وآمن وبإيمانه غلب كل شر وبقي وصمد مشان هيك أنا وإنت اليوم قاعدين بدار النطور عم نحكي تعال الفترة جميلة كنيسة يمكن ترممت مجدداً من 97 و99 بس اللي بيلفت النظر أنا عبالي أقوله استنتاج آخر حلقتين هو هالألوان الأحمر الصور الجداريات الحلوة اللي موجودة بكل كنيسة روم اللي عم نشوفها فعلاً هالكنيسة تخيل أنطوني مثل ما قلت أخذت هالثلاث سنين شغل تخيل الصعوبة بأنك ترسم على المحلات العالية ترسم أنت ومش واقف عم ترسم أو تكتب لأنه كتابة الأيقونة والجدارية نشغل على هالأيقونات البيزنطية بحسب المنهج الأرثوذكسي بالمنطقة العلوية بنشوف حياة السيد المسيح من ميلاده حتى قيامته ونختمها بصعوده إلى السماء بالدرجة اللي تحتها بنشوف حياة العذراء من البشارة لانتقالها بالنفس والجسد وهذه الكنيسة هي على اسم العذراء وعلى اسم دخولها إلى الهيكل الحلو بهالإطار تعرف كل هالزمن اللي قطع بكل فترة بكل حقبة بقي شيء منه إن كان بالبناء إن كان بالأيقونات إن كان برسم الجداريات الحديث يعني هالتكامل كله أعطانا هالنتيجة الرائعة بتستوقفنا إيقونة مميزة بتعود للقرن 18 هي مريم حارسة البحارة والصيادين نحن على هالخط الشمالي الحلو وأكيد لاحظت معي يعني إن كان بسيدة الريح إن كان بسيدة النورية وإن كان هون بسيدة الناطور مريم هي حارسة هالساحل حارسة كل مين بيخوض غمار هالبحر هي حده وباقي حاضرة تنور طريقه وتخلصه مش عم نتذكر دايما لكل برمتنا وبنأكد قديش لبنان بحب مريم قدي اللبناني بحب سيد مريم مليون بالمية مشان هيك هي حاضرة وين ما كان وكل الأديار اللي عم نبرمها بتحمل اسمها هي اللي إلها بالقلب مطرح الغالي الغالي يعني ايش هالمنظر الحلو تعالي هلأ هون تخبرك بخبره انه في زلمة كان معه كتير مصاري ومجمع ثروة كتير كبيرة بس كان عامل كتير خطايا ليكفر عن ذنوبه جاب هالمفتاح مطرح ما هو حاطط كل شيء مجمع بحياته كبه بالبحر هو طلع عاش من هو كبه بالبحر وقال انه
إذا حدا لقى هالمفتاح يعني بيكون الله غفر له خطاياه بكفي حياته عادي. أحد الصيادين بيلاقي هالمفتاح بالبحر بيردوا له المفتاح، هو ما بيرجع لحياته السابقة طبعاً بعد فترة طويلة بتلاقي المفتاح، بيقرر إنه يبقى بهالكهف يستحدث ويوزع كل الأموال يلي جمعها على الفقراء يضل بحياته المسكين. شو إلها علاقة بقصة كلمة النطر؟ إنه هالزلمة نطر فترة طويلة، فالكل مستوحات من نطرته فترة طويلة لبين مع الصياد لقى المفتاح وجته الإشارة إنه ربنا غفر له خطاياه. طبعاً بدنا نذكر إنه هي منطقة شهيرة كتير بالمغاول، مشان هيك ارتباط المغاول يعني هي كتير قريبة على الدير بالتحديد بالقصة، وكانت مغاول تستعمل كمان للاستحباس من قبل المساك مثل ما شفنا بدير الملك. بمزار الشغولة اللي أنشأته الأخت كاترين بين العام 95 والعام 2000 تتحفظ فيه الثروة التي لا تقدر بثمن إيقونات الدير. في عنا الإيقونات اللي بترجع للقرن 18 وهي تنتمي للمدرسة الحلبية، عنا إيقونة مهمة بتقول للقرن 16 إيقونة رقاد السيدة، وعنا الإيقونستاس الخشبي القديم يلي بيرجع للقرن 19. طبعاً الدير اليوم فيه دعوات وفيه راهبتين ومستمر كمان بأنه يضوي ويكون منارة على هالمينا على هالشط الحلو لكل إنسان عباله يلاقي سلامه وفرح. قبل ما تفلوا دائماً ما تنسوا تاخدوا ملح أنف العظيم، ملح خشن رائع للطبخ يتمنوا عليه من كل بلدان العالم، بطريقة بتكونوا بطريقة أخرى عم تدعموا الدير تضل مكفي. يلا نحن رح ننزل فرجيكم مليحات من تحت لأنه ماك عنده أخبار كتير يخبرنا إياه. القصة هينة، البحر عم بيعطيك بلاش كنز أبيض نحن فينا نستفيد منه، بدنا بس نتعامل معه مظبوط، نوقف الاستيراد، نوقف نوصخ، ونحن بنقدر نعمل مصاري من هون من البحر من المي من الملح. فينا نعمل ضرائب معينة على المستورد كرمال هون كمان الناس تعرفه، ونسوق له لناس يشتروا ملح من وطنه، من الملح للسفنش للتوتيا لكتير اشياء تانية. بحر لبنان كله غنى وبكبلنا مصاري لعنا، بس نحن منرد له زبالة وبيوقف يعطينا مصاري. أنتوني هون في خبرية كتير حلوة، كانوا الستات من كتير زمان ينزلوا يحملوا جران ينزلوا على البحر يجيبوهن هالميات ويطلعوا فيهن لفوق على الجران الكتير كبيرة لهن مثل بيسين إذا بدك. ففي زلمة روسي عالم روسي كان اسمه أليكسي دوستويفسكي بسنة 1920 ما كان بيقدر يروح بقى على روسيا وعاش بدير النطور، صار يطلع عليهم ويشوف يا عمي حرام عم يتعذبوا، واجا فكر ليه ما بنعمل المراوح اللي هن ورانا مثل الايوليان ليطلعوا هالمي من تحت لفوق وهيك ساعدهم لتتطور. بالاول بلشوا كلهم يكونوا خشب، اكتشفوا انه بينتزعوا، بس بعدين حولوهم لهذا الشيء اللي عم نشوفه نحن ورانا. بلش من فوق وبتنزل نزول، انتبهتوا بتبلش من بركه وبتصير تصغر البركه مع الوقت من فوق لتحت، اكيد بالصيفيه مش بالشتويه. هلا حطيت ايدي بتمي وشفت انه الملحات انه المي ما بدها يلحق ابدا، اتمشتت اخر جمعه. القصة بتبلش بأول تبخر، تاني تبخر، تالت تبخر، ببلش بالملح المر يلي ما بدنا نستعمله، الملح الثقيل اللي كمان بدنا نستعمله،
ملح الاكل اهم شيء بالاخر اللي انت عم تشاهد فيها هو الفلور دو سيل يلي اغلبيه المطاعم بلشت تستعملها. استعملوا ملح انف، استعملوا ملح بلدنا بهيدا البحر اللي معروف من انظف بحوره لبنان. مارك هيدا مش خضار، هيدا حرش على البحر اهميته مثل حيالله حرش سنوبر او سنتين بحيالله قطعه ارض لبنان. صح هون بعد اكثر، يعني هيدا الغابه اللي هون عنا اياها انا لإلي هي باهميه الارزات وهي باهميه عميق وهي باهميه كل شيء نادر عنا اياها. هي غابه اصليه على البحر. لبنان مقسم لعده تقسيمات، وحده منهم غابات اللي هن من 0 ل 500 متر. هالغابات عاده شو بتكون مكونه؟ اكثر شيء من خروب، من بطن، من سنديان، في كمان اكيد نباتات ثانيين مثل هون كنا عم نشوف مثلا حتى حملاس. هيدا المنظر يلي ورانا هن اكزاكتلي هو شجرات سميت لك اياهم. وراك في بطن، في سنديان، هون في خروب، بس بدل ما يكونوا طولهم 10 امتار ومدري قد ايه، لانه هن على البحر على فرشه الموج اخذوا هالفورم باسم فيجيتاسيون بالسنديان. وانا بس عم صميم اشوف الفورم، كل ما بتمشي لتحت بتشوف نباتات رائعه انطوني. هيك كان لبنان حتى البحر، بس هيدا الشيء الوحيد الباقي منه لازم نحافظ عليه. هيدا هون انطوني هي الحنبلاسه يلي في بعض الناس بيسموها الريحان. هيدي زهرتها بيضة رائعة هلا منشوفها، بس قرب تدوق الحملسات. ما في إذا رح تحبهم بهيدا المد هلا، بس هن غير أنهم أوقات كثير طيبين هن طبيا كثير. ليش في؟ هوندا مرة على سكر بعتقد إنه صار غلط. طلع الدرون وفرجيكم مناظر بتعقل، من ميل حرش الدير بالنص ومن ميل ملاحات، مناظر بتاخذ العقل. لاولادنا، لاولاد اولادنا، مشروع سياحه او اثنين بيستفيد منه شخص او شخصين. مش معقول ينزع لبنان، الاحراش راحت، الخضار راح، الملاحات عم بتروح، وما بقي من لبنان الا بنيات وبطون. بعد فيها شافت الارض وعم يتخانقوا عليها مين بياخذها ومين بيعمرها ومين بيخلص منها. يا جماعه اللي بعد باقي بانفه هو هول، اللي بعد باقي على الشط هو هول، وتطلعوا المناظر الحلوه اللي عم تسقف هلا ورانا. بليز هالمنطقه لازم نحارب تنحافظ عليها ونشيل مصالح الشخصيه، وما راح يرجع يمشي لبنان الا ما نشيل مصالحنا الشخصيه على جنب. من الملاحات على الحرش الرائع لحد البحر ضروري نحارب تيبقى. إذا قبل ما كانت واضحة الفكرة، هون عنا بطنة، ليك بس قديش طولها وشكلها. هيدا أنطوني هي السنديانة، بلا ما تكون كبيرة مثل ما احنا معودين، ليك السنديانة كيف شكلها، ودغري قدامي زيتونة برية. هديك زيتونة بتعطي حبوب عم تشد علينا، هاي الزيتونة البرية، يعني بس تخيل قديش في أنواع شجر. واو شو حلو الشتا، كل حبة أكبر من الثاني فينا نهرب. يلا بلشت العاصفة، الحلقة اللي بعدها على التلج وعد. اهلا وسهلا، واحنا بالاكتر. اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. هلا بانطوني، بدك هلا بشغل الشباب، بس شو بدنا نضلك؟ كنا رايحين بتياب البحر، رجعنا لبسنا وقلينا حبيب القلب. اهلا بربكم. هي القصة كلها، هي القصة كلها. هي القصة كلها. هي هون القصة كلها. عندي القصة كلها. بطاطس، بطاطا مقلية غير شكل، صحن حمص، شوية اخطبوط، شوية كالامار، سمك صغير بزرة، هاي ترويع على الخفيف بس. هاي اي وحدة؟ هيدا حشيشة البحر الصغيرة، سميتها انا صغيرة كبيرة. لا يعني زهرتها صفرة ولا زهرتها هيك؟ لا هيدي صغيرة. ما تساعدوا. ايه هيدي اثنين من الجنسين الحشيشية، هي بتطلع جوية، هيديك بتطلع برية. هلا الفرق من الورقة يا زلمة. لفها بساندويتش مع بندورة، لبنة، جبنة، رائعة رائعة. لك أهلا بربكم، أهلا بالشباب الطيبة، كيسكم. أنطوني بدنا نفل بعد 20 دقيقة. لا فل بعد 5 دقايق. كل ساعة مستعجل عشو. لا
ما حدا مات وخلص شغله. عملك مشي على 600 مهلك كله لحق له ابدا ما خلصته هلا بتخلصوا بعدين ما اليوم على بكره ما على بكره بعد بكره كل جلسه من مثل هالجلسات هيدي ما بتتطرق يعني. حضرنا انا وياك شكله ما عم بيحضر فيديوهات او لك ما بجيبها معي بقى كل واحد بيجي معك بيكون منيح مثلك هلي وكل الشباب احلى عالم يلا كيسكم دراب لا بنجي كيسك هلي كيسك حبيب العالم سلامون كيسك ما حطيتو لك ببيت عرق للزلمة لك لك اجيب له اياه وقت بياخدوا معي بقول بدي حمله سمك هلا بدي عبي له سمك لك حتى اكلتنا ما بنشيله ما بعرف لا نحس عليك هيدا ناي وايت فيش تونة ما بده ولا صوي ولا شيء لا بلا 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 خاط صوي ما بده شيء مطاعم سوشي هلا هيدي شايلين هلا بمطاعم السوشي ما بيعطوك شيء غير طلعوا الكرم صحن كامل طويل عريض لك يا عمي هلا ما في شيء يحرز لو انك قايل لي انك جاي شوف العجيب ساعتها بس هلا على السريع انا التقيت فيك على الطريق رايح كيف شفتنا على الطريق لك شفتك وقفت بتجيب عرفت تجيب لقيتك عم تصور على البحر برمت ورجع انت رايح هيك انا رايح هيك انت جاي وقفت على الشمال ايوه طلع انطوني شوي شفت سليمان وراك كمان برمت قلت بدي احكيك شوف ما رايح بركي بتجي لنا وانت معود بس تكون بالشمال يا مجرم كل امرك بتجي بتصور بتاكل منقيش وبترجع بتجي لعندي بتاكل سمك بتدوق دوق المنقيش معفن بطنك من المنقيش والزعتر تعال عندي بس تكون بالشمال مزبوط ولا لا صح. انا بنبسط فيك والحجه بتنبسط قد الدنيا بعدين يا اخي بتجيب لنا عالم الدنيا بس تكون عندنا بس ينزل الفيديو تبعك بيحكونا من اخر الدنيا صح حقك حبيب القلب انت يا دمي مشهور وهذا كاسة كل جديد؟ طيبين؟ ايه لكن ايه زعفان برو ايه؟ هومي تشيبس ايه هلا بتبطط هدول يا عبتك انطوني بحبوا لا شرفي ما في انه اي شيء اي غي منه بس بنحبه محبه من القلب وهذا كاس عمك باي مرتك الادمي كاس مدامتك كاس العيلة كلها رح نسوق لنينا ما نبلش لك يا معلش ولو عشان شرح لا جايبينه هيدا الريديز مع البيض الكلامار مع البطرف اوكي هيدا بينعمل مع توم بس كرمالك الحجة قول بلا توم ما في منه وهيدا وهيدا معها حبق وما بعرف شو وهيدا مع عسل وكمان ما بعرف شو اسمه كثير سفر يعني ايه هلا اللي جاي ما بعرف اعظم 100% استفدنا منك جاي اعظم هيدا مخبطه عن يلي وعقرنه قتله بعدين يا اخي هيدا شغله رانكين هيدا من عند الشيخ وسيم بيجي مببرك خالص مخلص امبارح كنا هونيك على رانكين ارتصنا شلناهم وضلنا جايين وحتى البلاميدية والغزال شلناهم من رانكين كثير طري ما بيعلو لكن قلت لك شغله رانكين من عند الشيخ وسيم لك كيسك يا وسيم يلا شاركوا هيدا دغري هيك بلا شيء يا اخي لك فيها هيدي مشان هيدا بده حامض حاطين حامض يا سليمان حلو بده قصه كبيره لقمه سمك كل الانواع شو بدكم سمك فيه شو بدكم سي فود فيه بلا حركات قاعده هيك اجواء حلوه مظبوط مش على البحر على العرق كاس العرق والقعده الحلوه صار لي بيجي لهون يمكن شي 4-5 سنين وبعدنا بيجي على بيتي وبحبه الزلمه تخيل كبير ايه والله وحبيب القلب يا انطوني ليش نحن ما بنحبك جن صلى جمعتين ثلاثه بتقول لي بدك تحكي انطوني لحبه هون
روح على عدوني كيف روح نزل طلع امبارح قلت لك رح اجي بس بنظبطها يكون معي بحر ابضاي تمشين حتى شباك قلت لها روح على ايطاليا احب البندقيه انا فكرت انه الصياد بيذبح سمكه واللحام بيذبح خروف اقول لك بنذبح كل شيء وبس كون مبسوط شو ما البحر عن جد انت ما بدك هيني اجي معك لانه ما بدك تفرجيهم انه انت صياد مش شاطر وما بتجيب سمك بسوريا كشفوك انك نحس بس تطلع معي قلت تعمل ما بعرف وقت اللي وقت اللي بروح وحده زبد شربالي مثل ما بيقولوا بشيل سمك فيه حط لك 100 عدة شباك يا الله ومطرح ما بشيل سمك فيه انه تعرف تعرف مثلا وقت اللي بتجيني مثلا اليوم اختفى الامر خفوا خليها اوكي انطفى بده 3-4 أيام تيرجع يقلع يرجع يخلق عن جديد بلش يكبر بس يبلش يكبر بصفي السمكة تهرب بديني بس بيكون خطر بتكون السمكة غوب هيدا لقوز وهيدا غبوس وهيدا ابو شوكة وهلأ بيجيك جوت تاني ما بعرف اش انا بحبك وبشوفك قريبا ما بدك تكفي 5 دقايق هسه بدك تروح ملا وكيف طول بالك كنا سستل ساعتك 40 كل يوم بتاكل لقمه هون وبتطير لقمه بتطير كفي بتروح كل شيء ملوش زعتر ترى كل يوم كل يوم بدي اكل يلا اهلا وسهلا بكم شرفتوا اهلا وسهلا رجعوا محلكم نحن هلا وصلنا على دير سيدة البلمات. خلينا نقول انه اول شيء عن جد عظمة. نقول لك كيف جاي اسمه لدير بلمات. او جاي من الفرنسية بلمو مثل ما هي هالجبل الحلو اللي بتطلع على مطرح كتير حلو مناظر كتير حلوة. او من اليوناني باليا ماندرا يلي بيعني الدير القديمة. نحن بجوهرة من جواهر الكنيسة الانطاكية الارثوذكسية. مثل ما قلت فخر وعظمة وتاريخ عظيم لهالمطرح المقدس. خلينا نقسم تاريخ هالدير لثلاث حقبات أساسية. أول شيء هو كان دير بيزنطي هيدا تأسيسه. بعدين بعد ما صار في زلزال وقطعت الأحداث الصعبة صار في عنا تاريخ مهم هو سنة 1157 الرهبان السيستريين هن اللي عمروا هالدير. ونعرف إنه في أديار كتير بقطعتنا بها المشوار هيدا على الشمال كمان هن اللي بنيوها. هلأ هيدا أول دير لقلن على تلة. عادة هني بيختاروا الوديان الخصبة حتى يشتغلوا بالزراعة. وهون كمان في أراضي زراعية. بس على الأرجح إنه هني اختاروا هالدير هيدا الدير لموقعه الاستراتيجي المميز. أراضي زراعية كتيرة. اسطبلات أقبية. هالدير كان مليان بالحياة. لحد غزو المماليك 330 سنة الدير بيصير خربة. تيرجعوا الرهبان الأرثوذكس سنة 1603 وينهضوا بهالدير من أول وجديد. هالدير اللي صار بيحمل اسم السيدة سيدة البلمند وضيفت له لاحقاً كنيسة القديس جورجوس. ومن سنة 1970 لليوم تابعت هالنهضة التربوية الثقافية الروحية اللاهوتية العظيمة تيكون هالدير واحد أو وحدة من المنارات المميزة بقلب البطريركية. اللي انت عم تخبر انه في كتير حقبات هون نحن عندنا تاريخ ورانا هون فيك تطلع فيك تفكر رومانية بيزنطية بس بيلفت للنظر هلبسان هلبسان السيسترسي اللي كمان كان يرمز للرهبان كانوا موجودين فعلا هندسة مميزة بقلب هالدير بنشوف اكتر من عنصر بيذكرنا بهالحقبات المختلفة اللي قطعتنا نقول دير قطع بكتير صعوبات وقطع بكتير تحديات وغلبة ومحافظ كتير كتير على هالتراث وهالإرث العظيم حتى بالهندسة.
وكمان في اشياء بتدل مثل ما قلت لي مارك على الحقبتين بينها. هلا هون في عندك 6 بواب كانوا موجودين هون، بس بطل معمول هلا منهم غير في 2 بعدهم فينا نستعملهم. بس بدي افرجيك شغله كثير مميزه، قرب معي. اللي هلا انا عم بطلع لهون لدواعي علميه. ليش عارف شو صار معك؟ تطالع ما في طالع. اوكي. اوكي، هيدا هون كادران تنقدر نعرف اكيد نحن الاوقات وخاصه اوقات الصلاه، يلي هي بتعرف هيدا كانت للعبراتوريه كلها البيزنطيه. قرب، بتطلع هون. عنا الساعة الأولى، الثالثة، السادسة، التاسعة، بعدين ما ضروري كان يكملها لأنه هي بتنعت. شو صار؟ وهلا أنتوني رح يحب كتير الخبرية، روح معي تخبره لأنتوني. يلا. أنتوني. كنا عم نفرجي هلا نحن الساعة لإلي. بس شو صار؟ صار في عمار وبطلت تفوت الشمس تتقدر تعطي الساعة. شو بيعملوا بالدار؟ استعملوا الثروة. الثروة اللي هي موجودة هون بنشوفها بنص الدار. صارت لما بتشهد الشمس حسب الامبر تبع الثروه وين بيعرفوا نحن اي ساعه. واو، تفاصيل الدير مش معقول، ان كان الصلبين المزخرفين على الحيطان، ان كان انواع الحجر، ان كان جريل جون، ان كان المضروب الكاريه، وان كان الشقفه وحده الكبير والاصغر مع الوقت، ان كان الحيطان اللي حواليها يلي حصنه مثل كانه قلعه، البواب الواطيين، البواب العاليين، قديش في تفاصيل لوحده هون بتعمل اطروحه الدكتوراه عن اركيتكتير وانجينير. اللي عم بتقوله كتير مهم أنتوني، بدقة ملاحظتك عم تقلي كأنه قلعة، مع أنه هو دير منه قلعة، أكيد مركز واستراتيجي، بس المهم بهذا الموضوع أنه هو انعمل على النموذج الرهباني الأصيل، لأنه محكم الإغلاق وفيه هالساحة المربعة. الكنيسة بعيدة عن المدخل الرئيسي، بقى الإطار كله رهباني، الممرات الأربعة اللي باقي منها تقريباً 3 كاملين هي كلها موصولة ببعضها مع هالقناطر يلي هني غاية بالجنة. أنتوني بعرف قد تحب الأبن، وبعرف قد أنت عندك هيك حب كبير 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 للجراس ولتاريخهم، قداش بتفتش عنهم. هالأب كتير مميزة لأن الأب الوحيدة للرهبان السيستريين يلي هي منا خشبية، هي من حجر، طولها 6 متار، عرضها وغمقة 2 متر، طبعا فيها الاتجاهات الأربعة لحضور المسيح بالاتجاهات الأربعة للأرض بكل قلب، وفيها كمان الأطراف 8، يعني هي متمنة الأطراف، وهيدا بيرمز لليوم 8 لملكوت. فينا نطلع لفوق؟ فينا؟ فينا. نطلع نشوف إذا مكتوب عليه التاريخ. كان في جرس كبير من هون يمكن ومنصر على الأربع ميلات، من ميلة شبال، من ميلة طرابلس، ومن ميلة أنف. أربع جرس، 2 لبنانية، ونسمع صوتهم. And then تبعت الصوت الروسي اللي نسمعه يمكن على التلفزيون اللي بتشوفه، بصير أرق. وكمان الجراس اللي دقيناهم هلا من كم يوم، دقينا بقرنه شهوين الجرس الفرنسي اللي بيكون فيك اكثر نوتو دو باري. الجرس اللبناني فيه دقه ايجو بس مش كتير، الروسي بيصير اكثر دنج 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 لحد الحديد. اكبر واحد جرس الروس دغري بنعرف من القديسين الملاقيينهم، من الزخرفة تبعه المسيح موجود من هون، من هون الصلبين وطريقة الصليب كيف شكله. هذا الجرس اللي معمول بلبنان أول مرة بشوف هذا الشيء، يمكن انعمل بطرابلس، ما بيشبه أبدا أبدا جرس بيت شبير يلي هو دايما شبه مزخرف، يمكن هيدا الصغير يلي دايما فيه 2 وحدة من فوق. فهول الجرس ببرمتنا على جرس جديد. أنا الإيه بلمنت هي الجامعة، أكيد الجامعة العريقة، بس مين بيقول في دير صار له أكثر من 800 سنة؟ مين بيقول في دير هون هالقد في قصة؟ إن كان بالزراعة، إن كان بالحجر، إن كان بالتفاصيل، الواحد بيتعلم تاريخ بلد وأمة كاملة هون بهذا الدير. فعلاً بدي خبرك كمان اللي شفته فوق بالدرون كيف موجود، كيف واقف مثل منارة على كل المنطقة اللي حده، والمدرسة حده والجامعة فوقه والزراعة اللي عم بتصير ورا، شيء رائع. بزيد لك هالخبرية شيء له علاقة بالزراعة كثير مهم.
الرهبان يلي هون السيستريان كتير مهمة لأنه الزراعة. فأنا من زمان كانوا يزرعوا بصفير أو زفير، كانوا يزرعوا خروب، كانوا يزرعوا زيتون. بس في فترة الاضطهاد كتير عالم كانت معقول تضطر تبيع أراضيها. اللي صار هو إنه الناس صارت تعطي أراضيها للدير، الدير يشتريها منها، وهن بهذه الطريقة صار الدير يدفع عن الناس الضرائب والناس تعيش من المحصول. هيك حافظوا على بعضهم، حافظوا على أراضيهم، وبعدين رجعت الأراضي للعالم. وهذا بفسر ليه في أراضي خضرة هالقد بيملكها هذا الدير. الأيقونات هون بترجع للقرن 18 للقرن 19 وكتبت بحلب وبأورشليم. عندنا كنيستين بقلب هالدير، كنيسة السيدة وكنيسة القديس جورجوس. وهون مثل ما قلت هالإيقونوستاس الرائع الجميل اللي هو من الخشب، بينما بنشوف بكنيسة القديس جورجوس الإيقونوستاس هو من الرخام أبيض والأسود. المميز بهالكنيسة الرائعة إنها صحن واحد كما شفنا، البناء سيستراني التقليدي شفناه بغير كنايس، يعني عندنا روزاس الموجودة أو الشباك اللي هو على شكل دائري أو وردة، وفي عنا الفتحتين يلي تحتها شفناهم قبل بجولتنا. صحن واحد بيودي على هيكل كتير. الإيقونات استثنائية، عنا المجامع المسكونية، وعنا شجرة ياسا يلي هي بتدل على كل الأنبياء يلي بشروا بميلاد يسوع المسيح. بس بدي أخذك على إيقونة داخل من قلبي، إيقونة العذراء المرشدة إلى الطريق 1318، والبعض بردها للقرن العاشر، واحدة من أقدم الإيقونات بالشرق الأوسط. بس نتذكر قديش قطع صعاب على هالبلد وعلى هالدير واضطهادات، بقيت الإيقونة، بقيت مريم حارس الدير والبلد والناس، وبقيت تشا من قلب هالدير عدي مكينة. كنيسة رائعة، إيكونوستاز روعة، العقد عظيم ومختلف كتير، وإذ بتطلعوا بتريا، تريا هديها نيكولاوس الثاني، في منها اثنين بالعالم، واحدة عنا واحدة بسيدنايا، تلفت النظر وشكلها كتير كتير حلو. أول ما تفوتوا على كنيسة خدوا وقت تأملوا تفرجوا، اعتبروا كل شغلة وقعدوا صلوا، بتشوفوا أنه واحدة من أعظم كنايس البلد. أنا بعد أشكرك أول شيء على استقبالك وعلى ساعتك فينا وفتح كل هالبواب، فعلاً ألا واجب ألا واجب، شكراً. يعني نحنا منبسط وقت منشوف هيك ناس إسه عندها هالغيرة إنها تنقل هالتاريخ العريق لهالبلد المميز يعني، وما وجود الأديار إلا تثبيت وهيك بروف إنه نحنا من صلب هيدي الأرض، وما بنقدر إلا أن نكون موجودين فيها ونشهد لإيماننا ولحضورنا بهالمجتمع اللي عم يتخبط شمال ويمين يعني. وبعتقد أنه الرسالة القوية اللي لازم أنتوا عم توجهوها تحديدا، خصوصا أنه أنتوا بعمر الشباب وعم تعملوا هيك برامج، هي أنه تقولوا للشباب أنه ما فينا نترك هذه الأرض، خصوصا بظل اللي عم نسمعه عن الهجرة وأنه كل العالم صار تطلع على برا. خلينا نرجع نطلع على جوا لأنه الكنز اللي عنا إياه ما بيتفوت. أنا من كسبة الكورة مضيعة قريبة من الدير، من هون بعيدة تقريبا ربع ساعة بالسيارة، يعني هي آخر قرية من قرى الكورة عمليا. أنا لأني بطلع بيكل فلافل وبطلع بيكل بوزة بالكسبة. يعني أنت والأكل قصة تاريخ و... بس نشكر الله يعني عم نحاول يكون كمان حضور الدير بمنطقة الكورة بالشمال وبمنطقة الكورة تحديدا حضور مميز جدا لدير سيدة البلماند، كونه هالتلي صارت منارة يعني إن كان بحضور الدير، حضور معهد اللاهوت اللي بيرجع لسنة 1880 تقريبا الإكليريكية تبع دير البلماند، بعدين بال 1970 صار المعهد اللي عنده رخصة من الدولة، وعلى اسمه تأسست جامعة البلماند، يعني كان هو من الركائز اللي تأسست عليه جامعة البلماند. وعندنا الثانوية، ثانوية سيدة البلماند بفرعين، الفرنسي والإنجليزي، فصارت هالتلي هيك منارة للمنطقة وعلامة يعني مميزة، بتقول بلماند يعني صار مشهور عالميا يعني. فنشكر الله، الله يعطينا أن نتمم الرسالة اللي مطلوبة منا إن كان على الصعيد الكنسي أو على الصعيد الوطني،
وهذا كله ببركة وتوجيهات سيدنا البطريرك يوحنا العاشر. عم نحاول نكون كلنا هالمؤسسات البلمندية إذا ما نسميها إيد وحدة، لأنه إيد وحدة ما بتزقف، فكلنا مع بعضنا نكون عم نشهد لحضورنا ووجودنا وأهمية دورنا بهذا المجتمع وبالكنيسة وبالبلد. لما اتصلت بحضرتك على مدريد قلت لي انه بتتابعنا دائما. ايه طبعا. طيب قلت لي ثلاثتكم جايين، قلت لك ثلاثتنا جايين. شو اكثر شيء بتحبه بالبرنامج؟ يعني لحكون كثير صريح، يعني صراحه يعني ما في انسان بهالدنيا انتوا عم تامنوا الغذائين الروحي والجسدي. فالبرنامج كله متكامل يعني صراحة. واللي عم تقدموه كتير مهم. ينتقدوا لأنطوني انه ايه بيقعد بياكل ومدري شو، بس هذا شيء كتير مهم، لانه بحيالة بلد الكويزين هي شيء من تراثه ومن تقليده، وخاصة كتير بنبسط وقت بتكونوا بأديار وبتحكوا عن بعض المأكولات اللي كانوا يكلوها الرهبان او نمط اكل الرهبان، اللي بيفرجي قديشو هالأشخاص كانوا بيحافظوا إن كان من على صحتهم وعلى نوعية أكلهم بدون ما يكون في ترف بالموضوع، ولكن بذات الوقت عم بيأمنوا غذاء مهم لألهم يعني. فالأكل حلو بالبرنامج والحكي حلو بالبرنامج طبعا، والحكي عن النباتات والبلانتات شي كتير مهم، خصوصا وقت في كتير شغلات نحنا ما منكون منعرف أهميتها. يعني كله شجر الزفار اللي الدير بيعيش نحنا عنا منتوجين أو ثلاث إنتاجات مهمة كتير بالدير، اللي هي الزفار، زيت الزيتون والزيتون ومنتجاته، ودبس الخروب. فنحنا الله راد هلأ بآخر الشهر، بس تأكد القصة شوي كان مشتوي شجر الزفار والليمون، نبلش نشتغل عصير الزفار، وهذا من الإنتاج المميز لنا بالدير هوني. اف شو طيبين، اف شو طيبين. نفط الزفير او بنسميه نحن البصفير، اللي بنعمل فيه بنزيد اجمنا على الفول، بنعمل منه الارنبيه، كنت عم بسميه بيجي عملنا ارنبيه قريبا. شو هالطعمه العظيمه. يلا لحقوا حالكم، هالشهر بيصير الموسم، بتجوا على الدير وبتشتروا من عندهم الانانه. كفت اكتشافات، وصلنا على المطبخ. المطبخ اللي ما انا شايف منه الا بالقصوره الكتير كبيره اللي زيارة بفرنسا. وين بعد فيها المطابخ؟ سمك الحيط مثل هيدا براد، هيدا براد، وهيدا براد فيه منفس بالورا كان يطلع النفس لبرا او الهب لبرا. فرن مثل الفرن اللي بنعيش طلع جديد. الفرن طلعوا جدود ما كيف كانوا يفكروا صح من زمان. فرن هالقد كبير كانوا يحطوا فيه بقلب الطناجر ويعملوا فيه يمكن خبز، بس الدخون مش من جوا، الدخون من برا، تطلع الدخنة من هون وتضل طالعة لبرا، كمل كل الهب اللي جوا يكون حامي كتير وبقية الدخنة تطلع من برا. أدق التفاصيل اشتغلوها من زمان وتعلمناها ليومنا. Best for last والأهم يمكن للآخر، بدنا نروح على المتحف، بس قبل بدنا نعرفهم على ضيف كتير 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 بعزائنا، a very special guest. صحيح، نحن رح نتلاقى بعد شهور طويلة بالشماس جابي المر، اللي هو شماس اليوم بالكنيسة الأرثوذكسية، بس كان قبل مخرج لبرنامج Alive بMTV. اشتقنا له، مبسوطين فيه باللي اختاره بحياته، وهو رح يعرفنا على هالمتحف العظيم. بتعرفوا شو يعني مخرج؟ يعني جابي كان بديناينا كلنا، زيح وقف 3 سكوند 5 سكوند وغيره. جابي هو كان من نحن ساعت كنا عم نبلش بالايف، وير فيري اونرد. انا تفاجأت طلعت اوكي شو عم تعمل هون؟ صار له 6 سنين بالدير ومعلوماته بتاخد العقل، فرح نخليه هو يخبرنا شوي عن متحف الدير. جابي ليه؟ كيف لك؟ الدير طبيبي كله طيب. احنا صرنا نعيدك شو ماس عمانوئيل اذا الله رضى. مش هيك؟ طيب شو ماس عمانوئيل وين اخذنا؟ أول شيء يعني أنا كتير بسطت إني شفتكم بعد هالفترة الطويلة تو أنطوني ومارك. بدي أخذكم أنا تفرجيكم على المتحف اللي ريسنتلي انفتح يعني بدير البلمان ببركة وتوجيهات صاحب الخطة يوحنا العاشر. هلا رح نحن نفوت نشوف هالمتحف. أوكي المتحف هو جزء من الدير.
المحفوظات طبعا هي كلها خاصة بالدير. مثلا هون بنشوف البلاط المطبع الملون اللي كان مستعمل قبل ينحط على الايكونوستاس او بقلب الكنيسة، اللي هو الحيط الازنيقي لدمشقي المعروف. بتشوفوه هون بهيدي اللوحة، السيبريل او الثرو، شجرة الثرو اللي موجودة برا، واحدة من القصص الموجودة بالدير. نرجع من كفي هون، في قصص كلها محفوظات بالدير. هون بتشوفوا طابع للإربان، كانوا يختموا على الإربان اللي مستعمل للذبيحة. هون بتشوفوا الحرب اللي مستعملها تنعمل للذبيحة محضر. هون بتشوفوا هيدا الشغل الخام اللي هو من القرون الوسطى، كيف كانوا يعملوا الطوابع كرمال الإربان. بتشوفوا الحقبات اللي كانت موجودة قبل، الحقبة العثمانية، الحقبة البيزنطية الهلينستية الكنعانية، عصور ما قبل التاريخ، اللي هي موجودة هون بالمنطقة، الحجارات الكورن والستون إلى آخره. وهون في عنا نحن شمايات من عالم مرقوا على الدير. هون بتشوفوا مثلا هيدا إجليز أبثيال دو بلمون، اللي كيف كانت بحسب أحد الرسمين وقت وصل على البلمنت. في عنا نحن واحدة من المخطوطات، المخطوطات يعني بخط الإيد انعملوا، انكتبوا بخط الإيد، انحفظوا بالبلمنت من محفوظات البلمنت. هون بنشوف جزء من مخطوط اللي هو بتشوفوه هون، هيدي الرسمة اللي موجودة. في عنا غير مخطوطات رممت باللغة، هون عم تشوف اللغة اليونانية واللغة العربية. هون هيدا الطرس أو بند التأسيس اللي هو للدير الموجود، انه نحن الدير تأسس سنة 1603 بهيدا بحسب هيدي الورقة. نرجع نيجي نحن للايقونات، الايقونه اللي هي بالكنيسه بتمثل صاحب الايقونه. هون في عندنا ايقونه احد الارثوذكسيه، ايقونه من النمط او الفن الحلبي، المدرسه الحلبيه. في عندنا الملك جبرائيل، عندنا القديسين قسطنطين وهيلاني، القديس يوحنا المعمدان، والقديسين القديسين كيرلوس، اناستاسيوس، افتيميوس وثيودوسيوس. هون جزء من الأيقونات المحفوظة من محفوظات البلمند الموجودين بالبلمند. بالجزء الليتورجي يعني بما يختص بالخدم الكنسية، هون بنشوف نحن كل شيء يتعلق به الكنيسة الأرثوذكسية يستخدم. مثلا عندنا الكيس والصينية، عندنا الملعقة اللي تستخدم للمناولة، الصليب، وفي عنا نحن كله هالزخرفات اللي بتشوفون هيدي كلها سواني موجودة من القرن الثامن عشر وبنص الثامن عشر وآخر الثامن عشر أول التاسع عشر موجودين. في عنا هون أناديل، عنا صلبان محفورة بقلب الصليب، يعني واحد يقدر يشوف الحفريات بقلبهم الخشب بالدلوب وبدقة كتير عالية حرفية عظيمة. شوفوا كيف كانت عندهم هاي التقنية بالحفر. وعندهم مبخرة بكل لزمينير الرهبانية، يكون عنده طريقة من الصدف أو من الحفر. في عنا بيت إربان أوراشاليمي، يعني من أوراشاليم. وفي عنا الجزء اللي بيتعلق بالبطريرك غريغوريوس الرابع حداد. البطريرك غريغوريوس الرابع حداد هو البطريرك اللي كان بالحرب العالمية الأولى، مسمى ببطريرك الفقراء لأنه بفترة القيصر هدي صليب من ألماس. بتشوفوه بعده هون بالصورة، هذا الصليب باعه هو كرمال تيطعم الفقراء، لأ كذا مرة يرجع له صليب ويضل يبيعه كرمال لأنه يقدروا هالعالم بهالفترة الصعبة كانوا يعيشوا. هنا البطريرك عنا بورتريه لإله، وهون بنحكي في كوت لإله حكيها شيخ عنه للبطريرك. عنا عرش من الكنيسة القديمة الموجود مع أيقونة السيد الجالس على العرش. وفي عنا محفوظات البطريرك غريغوريوس اللي هي الألوسة واللاطية مع الصليب اللي كنت عم لكم عنه، مع العكاز اللي مهدى من أرشمندريت من بيت شحادي هون من الكورة. وفي عنا المسبحة الخاصة بالبطريرك غريغوريوس. طبعا المتحف بيحكي تاريخ ولو مقتضب عن البلمنت.
هون جزء من الملابس الليتورجية لرئيس الأساقفة أو ورئيس الكهنة بيلبسوها. هيدي اسمها الساكوس اللي بتجي فوق، يعني بتجي آخر قطعة من اللباس. هيدي من الخياطة العظيمة جدا، بيشوفها واحد بالتفاصيل القديمة مع الخيط الذهبي. احنا هلا بجامعه البنمان. قبل ان اعطيكم جايين لهون قلنا مش معقول لما هالحلقه نرجع ما نذكركم فيها ونعرف كمان الي على المطرح. اسمه بيت الماعز. هون اذا بدك هو مثل بيت لبناني قديم، كيف كانت حياه الفلاحين، في كل شيء كانوا يعملوا الفلاحين او بالضيعه القديمه بلبنان، من كل شيء بدكم بيكونوا، شو كانوا يشتغلوا بالحقله، تطريز، حتى بالذهب، مجوهرات، كل هالاشياء موجوده. كل واحد منا رح ينقي شغله يحكي عنها، كل واحد منا بهالمتحف العظيم اللي كل شيء مهم رح ينقي شغله. رح خبركم رح ينقي شغله يمكن انتم مش متفكرين فيها، هي هيدا الدولاب. هيدا الدولاب لو ما هيدا الدولاب الحجر ما كان في بيوت، لو ما هيدا الدولاب ما انحدروا البيوت، ما انكبسوا البيوت، ما كان في سقف للبيوت. اكيد كل شغله بهالمتحف مهمه، بس تتخيلوا لو ما هيدا الدولاب البيت اللبناني ما كان. انا نقيت دولاب الحجر. بتصور انطوني كان قصده المحد اللي سماها الدولاب، مش مشكل. هيدي هون مكنسه لبنانيه قديمه، كانوا يعملوا مكانس من حيالها نباتات من الوزال من الاشياء كلها، بس هيدي اسمها بلانه ساركوبوتيريوم سبينوزوم. كيف كانوا جدودنا يعملوا المكانس؟ ليكو شو مهضومه؟ انا لقيت موضوع كتير فرح، موضوع العرس يلي ببلش من جهاز العروس يلي بده ينحط بهيدا الصندوق، بدها تكون مطلعه معها هالغطا الكروشيه للتخت. رح نشوف قطع حتى العلاقة بالعريس، النول طبعا القديم اللي كان ينشغل عليه الحرير. بنروح على مكنة الخياطة، بنروح على الشيلات الحلو. عم نحكي بقطع عمرها تقريبا 80 ل 100 سنة. رح نشوف كيف كانت كمان الموضة، كيف كانوا يلبسوا قبل. يعني رح نشوف قمصان النوم، رح نشوف القمصان اليومية، وفي عنا لكل الأذواق فساتين، مجموعة من فساتين الأعراس كيف كانت تنشغل، وأكيد فستان كروشيه كمان اللي كان رائج كتير بوقتها. وإن شاء الله الأفراح دايمة بدياركم. ما فهمت، اتفقنا غرض، هو فكر سكشن؟ عقباله 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 عم ياخد أفكار. شفت لك الشباب بطعمية الأطيب حلو بالبلد. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا. فضلوا فضلوا. أول شيء بنضيف بقلاوي. بقلاوي أول شيء بناكل عزاوق وبعدين تاكلوا عزاوقكم. أول شيء بنضيف هون بقلاوي هون بالشارع، وبعدين بنعملها صحن حليب جبن مشلش. مية مية أكلة. أبو روني عنده محل صغير ببصرمة، هو انشهر وبعده مشهور، بيطلع بالعربية تبعه بيبرم هالضيا. اكتشفته بالغلط ببرمة الكنافة اللي عملناها بلبنان، وفليت من هون وقلت واو، لدرجة انبسطنا انه الشباب حملوه قد ما كان طيب. فبرجع لهون ورح تشوفه، رح تشوفه. انا كل الشباب بحبكم. انا في يعني صار مر عليك هيك بقلاوه صعبه طيبه الطعمه. يلا بقول لك شو خفيف
صار كثير قوي بالطعم. لك شو خفيفة ما بغش بالقطر. اللي بتروح أكثر من هذه إذا بتروح إياه أنا مسؤول. أوه ماي جاد. سمعتوا القرشة؟ سمعت كيف فرفرتي؟ مش معقول. ما في وزن قطر؟ هلا الشيخ أنطوني. بتشكري كيلو بتشكري كيلو بقلاوة مش كيلو سكر. هيدي الشيخ أنطوني أنا مش طاقنة لا. تركنا فركة. من قليك يسأل عن أبو روني وروح مطرح ما بده. اكتب صفرنا شو بنعمل؟ صحتين على قلبك وأهلا وسهلا فيك. هلا بتذوق هالطعمة. اللي أكيد ما نسيتها أنت. آها. شو هيك؟ أكيد ما نسيتك. حالة الجبن مشللة. كنافة بالقشطة على قشطة والمفروكة مع قشطة وكلهم فوقهم كاجو بيقرش ما بيعلو بكل صدق خبروك ليه صحنك كده اهتم؟ يعني واسطة كيه؟ مش معقول مش معقول المفروكة عبيتي مفروكة مش معقول بليز مفروكة خد مش معقول المفروكة كنافة بالقشطة مع قشطة من فوق. لك شو هالطعم الحقيقي الصح النظيفة. لك شو هالسكر الخفيف القشطة باب أول. مارك أنا هون بقول لك شيء عم حياة بداية حلوة مش معقول صدق شغلة 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 بقول بدي وقف ما بتزبط بقول بدي دوق مخفف سكر ما بتزبط بس بيجوا حبه ورا الثاني كل ما اكل شغله بقول هي قطعه واحده ان كان المعمول ان كان الكنافه ان كان البقلاوه لك هوا مش عم بحس بتقله مش عم بحس اني حامل شيء فيها قطر هاي الشغله بيشتغلوا شغل نظيف صح ساعات تشتروا كيلو بتشتروا كيلو ما في غش ولا يمين ولا شمال الطعمه ما في منها اثنين ما بعرف هذا الزلمه وين التقيت فيه كيف اكتشفته بالغلط بس من وقتها براسي برجع بقول طب ما هو بعيد عن بيتي انا جاي من المتن بس كل ما اكون جاي على الشمال دغري وجه بلديته بصرمه ما بيضيع انتوا جايين من قصبة بتنزلوا نزول انتوا جايين من طرابلس او من سكرتة بتطلعوا طلوع بيزقوا بنص الطريق بنص هالكوره حوالى كل هالزيتونات ما في مجهز ما في مثل هالطعمة ما في impossible مش عبالي بعد رح اتعشاهم معمول مد جوز مثل هالطعمة ما في ما في خلصت حلقتنا حلقة القدر والاشياء الحلوة الناس اللي تقينا فيها ان كان بالغلط وان كان كنا قصدين مين بيقول كنا اكلنا غدا هالقد طيب مين بيقول كان جابي اللي تقينا فيه بعد 6 سنين مين بيقول الحلويات هالقد طيبين ومين بيقول مشينا هالتونيلات وفتنا على هالقصورة فتنا على هالقلع فتنا على هالكنايس من احلى الحلقات وانا ما عم لاقي كلمات تخلص اقول واو انا اللي حبيته كثير بالحلقات هو تأثير الفرد يعني وين ما رحنا شفنا رهبة لو ما منا كان راح الدار رحنا لمطرح تاني كمان شفنا حدا لو ما منه كان ما في مغارة فالفرد إذا قرر يكون بيقدر لو شو ما يكون عم بيقولوا له لو ما يكون قد ما بدنا في نيجاتيفيتي إذا إحنا حاطين عيننا على شيء بنوصل أنا اكتشفت قيمة المطارح يعني في مطارح بتصير مش أنت بتسكنها هي بتسكنك وبتطبع طفولتك للأبد واللي بيصير بهالطفولة هو اللي بيعمل منك اللي أنت عليه اليوم بقى أنا رجعت هيك ربطت طفولتي من أول وجديد وربطت حياتي بهالمطارح يلي سكنت طفولتي وعملت مني اللي أنا عليه اليوم بقوة الله نحن منكفي مشوار بالقوادة بحلقة 24 وإن الله راد منكفي تنفرجيكم كل لبنان أحلى بلد بالعالم من شماله لجنوبه من شرقه لغربه قال لهم باي ملتقى بالحلقة اللي بعد اوكي خلي يلا انا بدي بلش 1 2 انتوا مستعجلين شو عم تعمل الملح والعظام
نشف شوي فكر في نعيش فيهم بس صعب يا ليك الماي والملح مني عامل ضفيرك كنا جلسنا لا صورنا اساسا انا حذرت من هالخطوات المجنونه اللي دائما بتعملوها بتفاجئونا فيها انا عم فكر قد ايه انطوني صار واحد هو الكاميرا تبعه الميكرو صار اشاراته شايف انا قلت لك ما لازم تجيبه معنا قلت لك ما لازم تجيبه معنا أنتوني جينا على أبونا أرثوذكس اللي سألوا شو أكثر شيء بتحب البروغرام شو أولك كان بدي يجاوب أنت الأرثوذكس إيه مجاوب أنا طبعا أكل أنت طبعا عزيزي طبعا عزيزي ما أنت بعتوا على الجواب وأنا جبت لكم الإذن تتجوا لهون يلا يا شباب بعد ما خلصنا المتحف خلينا نطلع فرشيكم متحف عن البيوت القديمة وعن التقاليد القديمة بلبنان يلا توت توت هلا هي عن جد رح تطلع الهواء وإن شاء الله الأفراح دايمة بدياركم بيضبطها